السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه بوصفه حديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه. اليوم كاقتراح للغداء او للعشاء طبق اللي خفيف بدون لحوم بدون اسماك، فقط بالبطاطس والجزر مع الزبادي، كيجي رائع جدا في الشكل وحتى في المذاق. غادي يعجبكم ان شاء الله الا بقيتوا معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير، وتقدروا تقدموه كذلك حتى مع الاطباق الاخرى الرئيسيه سواء مشويات او لا مقليات كالسمك ولا كالدجاج. غادي يعجبكم ان شاء الله ملي غادي تشوفوه. ما تنساونيش باللايك وبالتعليق، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي. والا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم محبوبكم باش تعم الفائده. وغادي نبدا على بركه الله، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا في الاول بالبطاطس. هنا عندي 3 ديال الحبات ديال البطاطا متوسطه الحجم. غادي نديرها في الماء باش تسلق، كنزيد لها واحد الكميه ديال الملحه. هذه هي الطريقه ديالي باش كنسلق البطاطا باش كتجي لذيذه. كنخليها حتى كطيب، يعني حتى كتبان لنا رطبه ملي كنقصوا فيها، وكتبدا كتحيد لها القشره ديالها. صافي كنحيدها وهي باقيه سخونه، كنحيد لها القشره ديالها باش غادي نهرسها. بهذه الطريقه كتجي بطاطا ناشفه وكتجينا لذيذه، احسن ملي كنقشروها ونسلقوها في الماء كتجي شويه شاربه الماء وما كتجيناش مزيانه. صافي كنقطع البطاطا ديالي وغادي نهرسها بهذه الهرسه هذه، وتقدروا تدوزوها في الطحانه اليدويه باش تطحنوها مزيان. صافي كنخليها على جنب، وغادي ندوز نحك جوج حبات ديال الجزر. هنا عندي الجزر متوسط الحجم، وتقدروا ديروا غير وحده كبيره. هنايا الكميات كتبقى على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم وعلى حسب شحال بغيتو توجدوا. غادي نزيد شويه ديال الملحه ديال الجزر، وغادي نزيد تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ما نكثروش من الزيت بزاف. وغادي ندير هذا الجزر باش يتشحر، ما كياخذش وقت طويل، غير واحد شويه غير كيبدا كينشف من الماء اللي فيه. صافي وغادي نزيدو على البطاطا الجزر، ما نخليوش حتى يطيب بزاف، غير شويه باش كيبقى فيه داك الجهد ديالو. صافي كنخلطو مع البطاطا. وهنا غادي نزيد شويه ديال الثومه مطحونه، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره اولا الفلفله حمراء. كنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. بطبيعه الحال البطاطا راه مازال دافيه، كنقلبو حتى كتنزلها شويه ديال الحراره. وعاد غادي نزيد زليفه صغيره ديال المعدنوس، كندير غير المعدنوس ما نديروش القزبر، لان بغيت المعدنوس يبقى المذاق ديالو باين فهاد البطاطا، داكشي علاش كنزيدو حتى كتولي البطاطا دافيه. غادي نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتها، يعني غادي نعجنهم مزيان. وصافي غادي نزيد دابا واحد 3 ديال الحبات ديال الجبن المثلث اللي درتهم في المجمد حتى يبسو مزيان، وعاد قطعتهم. بهذه الطريقه كيتقطع لي بكل سهوله، وتقدروا ديروا الجبن المربع حتى هو كيجي ساهل في التقطاع. كنخلط واحد شويه، نحاول نخلطو غير بشويه باش ما يتعجنش داك الفرماج مع البطاطا وتخلط مزيان، بغينا يبقى الطريفات ديالو باينين. صافي دابا غادي نبدا كنكور كويرات صغار او متوسطه الحجم، ماشي صغار بزاف. فهنايا تقدروا ديروا غير كرات اولا غادي ديروا كيف ما درت انا. خديت هاد العصاره ديال الحامض وكندير فيها شويه ديال بابي سورفريزي، وغادي نبدا كندير الكره الوسط، كنغلق عليها بالبلاستيكه وكنضغط باش تاخذ داك الشكل ديال هاد العصاره. فهنا كيبقى لكم الاختيار، ديروا هاد الشكل هذا اولا خليهم غير كرات عاديين. هكا غادي نتاكدوا على ان الحجم ديال القطع غادي يجيونا كلهم بنفس القياس. صافي وغادي ناخذ الصحن اللي كنقدم فيه يعني مباشره، وغادي نبدا اللي وجدتها غادي نبدا كنحطها في الصحن ديال التقديم. وهذا هو الشكل ديال الكرات ديالي، غادي يبقى باين داك الطريفات ديال الفرماج في الاطراف ديال كل قطعه. هذاك الشيء علاش قلت لكم ضروري ما كنديروا داك الفرماج في المجمد، عاد كنزيدوا البطاطا ونخليها حتى كتبرد. صافي هنايا غادي ندوز نوجد الصلصه اللي غادي نرافق بها هاد القطع ديال البطاطا. هنايا خديت غير هاد العلبه ديال الطماطم سميتها سوليس،
درت تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الصلصه الحاره، كتبقى اختياريه، تقدروا ديروها تقدروا تستغناو عليها. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر، وغادي نزيد شويه ديال الثومه مطحونه. ما غاديش ندير الملح لان الصلصه ديال الطماطم كتكون مالحه، وكذلك حتى الصلصه الحاره حتى هي مالحه، فما كاينلاش نزيد الملح. غادي ندير الصلصه في الطبق، كنحاول نوزعها هكا غير بشويه. تقدروا ديروا الصلصه في الاول وعاد تحطوا الكراس ديال البطاطس من فوق منهم. انا فضلت انني نخدم بهذه الطريقه هذه باش ما يبقاوش كيزلقوا داك الحبات ديال البطاطا ملي نبغيو نهزو يعني الصحن ديال التقديم، نبقاو كنهزو من بلاصه لبلاصه كيبداو كيزحتو شي شويه. كنحاول نقاد الشكل ديال الصحن ديالي، غادي نمسح داك الاطراف اللي كتكون مطايره باش يجي الشكل ديالو مقاد وجميل. صافي غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز نوجد صلصه ديال الزبادي. انا خديت حك ديال اليوغورت الطبيعي بدون سكر، غادي ناخذ منه واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثة ديال المعالق كبار. كنزيد لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه غبره، تقدروا تزيدوا حتى بصله غبره الا كانت عندكم، ولا ما توفروش تقدروا ديروا غير الثومه طريه، حكوا واحد الضريس ديال الثومه. وغادي نبدا كناخذ كميه ونديرها من فوق كل قطعه ديال البطاطا، كنحاول نوزعها هكا غير بشويه، ونحاول نهودها واحد شويه على الاطراف ديال الكره ديال البطاطا باش كتعطينا داك الشكل الجميل. فهاد الصلصه ديال الزبادي كتعطي هاد واحد المذاق رائع جدا، تقدروا تعوضوه بالجبن الطري الا كان عندكم، حتى هو يعني الجبن ديال العلبه حتى هو ديروه بنفس الطريقه. فبالنسبه للزبادي كيبقى ارخص صلصه والد صلصه تقدروا ديروها. وهنايا في التزيين خديت شويه ديال الجزر محكوك اللي كنت خليته من قبل من هذاك اللي حكيت، وبطبيعة الحال مشحر، خليت منه واحد شويه باش زينت به هكا القطع ديال البطاطا. تقدروا تزينوا بزيتون اسود اولا بزيتون اخضر، فكيبقى لكم هنايا الاختيار، ديروا اي حاجه متوفره عندكم اولا تخليوها غير بحال هكاك، فرات هي زوينه. بالنسبه للزبادي كيعطي واحد اللذه رائعه جدا لهذا الطبق. صافي وهذا هو الشكل ديالو النهائي بعد ما كملت الحبات اللي عندي كاملين. غادي نزيد نزين الطبق ديالي بقطع من الجزر، هنايا غير بسكين الاقتصادي كناخذ حبه من الجزر ونبدا كنحيد منها كطريف اللي يكون رقيق. غادي نحاول نطويه غير شي شويه، ما نطويوش بزاف باش ما يتهرسناش، باش كيبقى عاطي هاد الشكيله كجميل. وغادي نديرو في الطرف ديال الصحن، كنحاول نثبتو غير بشويه. وغادي نزيد وحيدة اخرى، وهنا التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا ورقات ديال المعدنوس او طريفات ديال الحامض او الزيتون او اي حاجه متوفره عندكم. هذه الطريقه اللي زينت انا بها، وانتم كيبقى لكم الاختيار. دائما كنمسح الصحن ديالي باش كيجي مقاد وكيجي الشكل ديالو جميل. وهذا هو الطبق بعد ما كملته.
رافقته مع سلطه خضراء ومع زيت الزيتون والبيض المسلوق. تقدروا ترافقوه مع الاسماك ولا مع الدجاج اولا غير بحال هكا، فراه لذيذ بزاف. انا متاكده انه غادي يعجبكم هذا الطبق ملي غادي تجربوه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع حبيبكم باش تعمل الفائده، وما تنساونيش باللي لايك والتعليقات، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه. والى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.